لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما. النعم المعتادة يقل شكرها، اللهم اغفر لنا. نعمة الليل ونعمة النهار لا نتذكر قدرهما إلا عندما نمر على الآيات فقط، ولكن حياتنا المعتادة كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس وانحصرت منه بل لهلكت الحياة على وجه الكرة الأرضية، فإن النمو النبات مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود النهار. وبالتالي وجود الحيوان والإنسان متوقف على ذلك. ولهذا قال تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء أي تبصرون به وتستأنسون بسببه أفلا تسمعون. ثم أخبر سبحانه أنه لو جعل النهار سرمدا دائما مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان وكلت من الدنيا ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال. ولهذا قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم. أيضا وجود النهار وجود الليل ترتبط به الحياة واستمرارها، وليس فقط أن الأبدان تتعب. الإنسان يمكن أن ينام نهارا لكن ليست القضية كذلك، بل تركيبة الإنسان والحيوان والنبات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالليل والنهار. فأثناء النهار تمتص النبات يعني الطاقة من الشمس، وأثناء الليل تتحول يعني هذه الطاقة إلى مواد غذائية. الله أعلم. تسكنون فيه أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم أفلا تبصرون. ومن رحمته أي بكم جعل لكم الليل والنهار أي خلق هذا وهذا لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في انتهاء أي ولتبتغوا من فضله أي في النهار بالأسفال والترحال والحركات والأشغال. هذا من باب اللف والنشر، يعني من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. لكم الليل والنهار ده لف جمع الأمرين معا ثم ينشر ويفرق، قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ده نشر.
مرتب، ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والآيات في هذا كثيرة، والله أعلم. قال ابن جرير رحمه الله: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يقول تعالى: ذكر وربك يا محمد يعلم ما تخفي صدور خلقه، وهو من أكننت الشيء في صدري إذا أضمرته، إذا أضمرته فيه، وكننت الشيء إذا صمته. وما يعلنون، يقول: وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم. وإنما يعني بذلك أن اختيار من يختار منهم للإيمان، ربك يخلق ما شاء واختار، يقول: على علم منه بسرائر أمورهم وبواديها، وأنه يختار للخير أهله فيوفقهم له، ويولي الشر أهله ويخليهم وإياه، وهو الله لا إله إلا هو. يقول تعالى: ذكر وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا معبود تجوز عبادته غيره، له الحمد في الأولى يعني في الدنيا والآخرة، وله الحكم. يقول: وله القضاء بين خلقه وإليه ترجعون. يقول: وإليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالحق. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يقول تعالى: ذكر قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله: أيها القوم، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل دائما لا نهار إلى يوم القيامة يعقبه. والعرب تقول لكل ما كان متصرا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سرمد. عن المجاهد: سرمدا دائما لا ينقطع. عن ابن عباس: سرمدا قال دائما. من إله غير الله يأتيكم بضياء، من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء، يأتيكم بضياء النهار فتستضيئون به أفلا تسمعون. يقول: أفلا ترعون ذلك سمعكم وتفكرون فيه فتتعظون وتعلمون أن ربكم هو الذي يأتي بالليل والنهار، يأتي بالليل ويذهب بالنهار إذا شاء، وإذا شاء أتى بالنهار وذهب بالليل، فينعم باختلافها كذلك عليكم. يقول تعالى بقوله: فينعم باختلافهما كذلك عليكم، ينعم عليكم. نعم. قل: رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. يقول تعالى: ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك: أرأيتم أيها القوم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما لا ليل معه أبدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله، من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء، يأتيكم بليل تسكنون فيه فتستقرون وتهدؤون أفلا تبصرون، تستقرون وتهدؤون فيه أفلا تبصرون. يقول: أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار.
عليكم رحمة من الله بكم وحدة منه عليكم فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك وذلك. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يقول تعالى ذكر ومن رحمته بكم أيها الناس جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاما لتسكنوا فيه وتهدأوا وتستقروا لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصرفون نهارا بمعايشكم. والهاء في قوله تسكنوا فيه وجهان، أحدهما أن تكون من ذكر الليل خاصة ويضمر للنهار مع الابتغاء هاء أخرى لتبتغوا من فضله في النهار فيه يعني. والثاني أن تكون من ذكر الليل والنهار فيكون وجه توحيدها وهي لها وجه، توحيد العرب في قولهم إقبالك وإدبارك يؤذيني، لأن الإقبال والإدبار فعل والفعل يوحد كثيره وقليله. وجعل هذا النهار ضياء تبصرون فيه فتتصرفون بأبصاركم فيه لمعايشكم وابتغاء رزقه الذي قسمه بينكم بفضله الذي تفضل عليكم ولعلكم تشكرون. يقول ولتشكروه على إنعامه عليكم بذلك، فعل ذلك بكم لتفردوه بالشكر وتخلصوا له الحمد لأنه لم يشركوا في إنعامه عليكم بذلك شريك، فلذلك ينبغي أن لا يكون له شريك في الحمد عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.